وكما ترى عزيزي المتابع، آلاف الجواهر، آلاف النقود تنضاف إلى حسابي بشكل مجاني من لعبة دريم ليج سوكر 2022. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة، فيديو جديد ولعبة جديدة. لعبة هذه الحلقة هي اللعبة الرائعة والحماسية دريم ليج سوكر 2022. الكثير من الأصدقاء يبحثون عن طرق تمكنهم من تهكير جواهر هذه اللعبة بشكل مجاني وبدون دفع ولا دولار واحد. لدي لكم موقعا رائعا في هذه الحلقة يهديك آلاف الجواهر وآلاف النقود بشكل مجاني وبدون دفع ولا دولار. تابع معي هذا الفيديو إلى آخره وتتبع كل خطوات التي سأريك. أول شيء، ستقوم بنسخ هذا الرابط الذي سرى على الشاشة. ستقوم بنسخه وتفسحه على صفحة الويب، سواء كنت على الموبايل أو على الكمبيوتر، لا يوجد فرق. الموقع يشتغل بنفس الطريقة على كلا الجهازين. تضغط على زر ستارت ثم ستنتظر. هنا يجب أن تقوم بإدخال اسمك أو الأيدي الخاص بك في اللعبة. يجب أن تقوم بكتابته بشكل صحيح وبدون أخطاء، وبعد ذلك ستختار الجهاز الذي ستلعب به اللعبة، هل هو أندرويد أم آيفون. بعد ذلك ستختار عدد الجواهر والنقود التي ستريد. بطبيعة الحال ستختار أكبر عدد ممكن، وبعدها ستضغط على زر كونتيو. بعد ذلك ستنتظر لأن الموقع يقوم بإدخال بياناتك ومعلوماتك التي قمت بتسجيلها. طريقة بسيطة سهلة جدا ولن تأخذ من وقتك سوى دقائق قليلة. تابع معي إلى النهاية. بعد ذلك الموقع سيريد أن يتأكد من أنك إنسان ولست روبوت، لهذا سيقدم لك مجموعة من العروض. اضغط هنا. ستضغط على زر فيريفي وستظهر لك مجموعة من العروض المجانية أو الأوامر. يجب أن تسمم منهم عرضا واحدا أو عرضين على الأقل حتى يتأكد الموقع من أنك إنسان ولست روبوت، وبعد ذلك بدقائق قليلة ستصل إلى حسابك آلاف الجواهر وآلاف النقود المجانية. لو لم تتم عرضا واحدا على الأقل من هذه العروض لن يصلك شيء، لن تصلك الجواهر ولن تصلك النقود. لهذا فهذه المرحلة هامة جدا وضرورية. سأريكم مثال لأحد هذه العروض في أحد الدول العربية وسأريكم كم هي العملية بسيطة. مثلا هذا العرض يطلب منك إدخال رقم هاتفك. تقوم بإدخال رقم هاتفك وتضغط على زر اشتراك الآن. بعد ذلك سيصلك كود تثبيت على هاتفك. ستقوم بكتابة ذلك الكود، وها أنت أتممت مهمة من المهام بكل بساطة، بكل سهولة، وبطريقة لن تأخذ من وقتك سوى دقائق معدودة. وبعد ذلك النتيجة واضحة كما ترى، آلاف الجواهر وآلاف النقود ستنضاف إلى الحساب بشكل مجاني. لهذا لا تتردد صديقي ولا تضيع عليك الفرصة، واستفد من هذا العرض المحدود جدا. إلى اللقاء أعزائي في حلقة قادمة بإذن الله.